الذين حققوا الاستقلال. على إيمانهم الذي لا يتزحزح بالمبادئ الوطنية التي أرساها الآباء الكرام واطلع بها جيل الأبناء المناضلون، وسيرفع راياتها عالية خفاقة بعون الله جيل الأحفاد الحاضرون والقادمون. كأنه هم الاستقلال والاستقلال هم، ناس كرام عظام قد قدموا لهذا البلد وأعطوا ولم يأخذوا. التغيير يحتاج إلى الوحدة، إلى التكاتف، إلى القوة. نعول على فطنتكم وعلى وعيكم وعلى وطنيتكم، وأنتم أوعى منا بذلك، ولذلك لا بد أن نكون على قدر التحدي في هذه المرحلة. أن الوطن فوق الجميع، وأن الوطنية تعلو ولا يعلى عليها. إننا على هذا المبدأ نسير بوعي وإدراك، ونعمل جاهدين لتحقيقها على أرض الواقع المعاد بالحكمة والحزم معا.